انه يؤلمنا جدا، لاننا انا كنعتبر راسي كأم كنشوف هذوك الاطفال الصغار اللي كيموتوا كيفقدوا والديهم اولا، وكيجوعوا وكيتعراو، وحتى العلاجات ما كاينينش، حتى المستشفيات استهدفوهم، ما بقى حتى شي حاجه، ما بقى حتى شي حاجه، صافي الخراب، الناس عايشين في الخراب. لهذا كنطلبوا بشي حل، وكنطلبوا الدول كلها توقف وقفه واحده، وقفه واحده لاجل هذا الشعب المغلوب على امره. حنا مقبلين على شهر رمضان، وكنتمناو انه ان شاء الله ما يسر رمضان تيكون هذا الشيء دار ليه الحل، وان هذا الشعب كنطلبوا ليه الانتصار، الانتصار ثم الانتصار. انا كأم حتى انايا انا اتالم لهذا 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 الواقع الذي نعيشه، يعني واقع مؤلم، اننا نرى اخواننا في 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 فلسطين يعني يحاربون بأبشع المعدات الحربية، وكيجربوا فيهم جميع الأنواع، ونحن نعترف بأن لا شرعية للمختل ولا بديل عن القدس، ونحن نرى هؤلاء الأطفال حتى ها هم يتألمون لإخوانهم، يتألمون لهؤلاء الأطفال الذين يموتون المدنيين، المدنيون بيديهم ولا برجليهم. نحن سنوقد في أولادنا هذه القضية، ستبقى معهم إلى الأبد، ويعترفون بما يقع للأطفال، وبالاعتداءات الصهيونية الإرهابية على أطفال أبرياء ليس لهم أي شيء في هذه الحرب. هذا ولا نقول إلا ما قال الله سبحانه وتعالى، ونفوض أمرنا إلى الله، والله بصير بالعباد. وراء بطبيعة الحال الوقفة التضامنية التاسعة اللي كتنظمها المبادرة المغربية للدعم والنصرة، بطبيعة الحال اللي كيعبروا فيها الساكنة أكادير الكبير عن التضامن ديالهم كجزء من الشعب المغربي مع فلسطين، مع الفلسطينيين، مع إخواننا في غزة الذين يتعرضون اليوم بعد مرور 134 يوم لمجزرة مستمرة، لإبادة مستمرة وسط الصمت العالمي، وسط كذلك الصمت الرسمي العربي والإسلامي. وبالتالي الموقف الشعبي هذا جزء منه اللي كيعبر على التضامن ديالهم المطلق مع النضال الفلسطيني من اجل الانعتاق، من اجل التحرر، من اجل العيش يعني عيش كريم، يعني ضمن القوانين يعني الانسانيه الدوليه، ضمن الشرائع السماويه، ان من حقه انه يدافع على ارضه وعلى حريته، انه يرفض الاحتلال الصهيوني الجاثم على صدور فلسطين منذ عقود من الزمن. اليوم كذلك هي فرصه للتاكيد على انه خص المواقف الرسميه يجب ان ترتقي الى تطلعات ديال الشعوب، وعلى راس هذه المواقف يجب الوقف المسلسل ديال التطبيع الذي هو بطبيعه الحال هو سجن اخر يسجن القرارات الرسميه ديالنا، ويسجن المواقف ديالنا، ويسجن ويحاصر الطموح ديالنا في ان نكون دولا متقدمه تعيش مستويات متقدمه من التنميه، وبطبيعه الحال ترتكز على المقاومه الذاتيه ديالها، على الهويه ديالها، على الامكانيات ديالها، في ان تكون بطبيعه الحال في مستوى يوازي الطموحات ديال الاجيال السابقه وديال الاجيال الحاليه، والطموحات كذلك ديال الاجيال المستقبليه. وبالتالي اليوم هذه فرصه من فرص اخرى، الاقل الواجب اللي كنقوموا به بطبيعه الحال في التعبير على هذا التضامن وعلى التنديد مما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تنكيل كما قلت مره اخرى وسط الصمت الغربي للاسف الشديد. نجتمع اليوم كما عادت السيره على اساس اننا نندد بالجرائم لا أخلاقية للكيان الصهيوني ضد الشعب الأعزل المحاصر لأزيد من 17 سنة. كنجتمعوا اليوم في أكادير لنبلغ الصوت أيضا للمنتظم الدولي، للمنتظم العربي، للمنتظم الإسلامي، لأعلى سلطة في البلاد. كفى وكفى وكفى، هذه محرقة، هذه إبادة، هذه لا يمكن أن تسمى حرب، لا يمكن أن تسمى الدفاع عن حق النفس، هذه أكثر من ذلك. هذا إن أردنا نقول تكتل عالمي، إن لم نقول أنه ديني أكثر من أي شيء آخر، ضد شعب أعزل لا حول له ولا قوة. رغم ذلك وقف وقفة ضد كل ما يحاك ضده، ضد يعني المساندة الأمريكية درجة أولى، والمساندة الإنجليزية والأوروبية
والعالم كامل يتفرج، بل أكثر من ذلك المساندة حتى العربية. ويا للعار ويا للخزي، هذا لم نكن ننتظره، لم نكن ننتظر هذا الانبطاح، لم نكن ننتظر أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة، لكن للأسف شاء الله وما قدر وما فعل. الآن نحن أمام مفترق طرق، الإخوان في غزة المقاومين المناضلين الشرفاء الأحرار الأبياء